منذ احتلال داعش لها صيف 2014 وحتى الآن لا تزال محافظة نينوى تعاني التهميش، فالخدمات فيها تكاد أن تكون معدومة، ليضاف لها مشكلة التحويل المالي، حيث يصر البنك المركزي على منع أكثر من 70 شركة صرافة باستئناف عملها رغم إتمامها الشروط القانونية. مواطنو وتجار الموصل عبروا عن امتعاضهم نتيجة استمرار البنك المركزي بمنع التحويل المالي والذي يؤثر بدوره على عجلة الاقتصاد في المحافظة. الموصل محاصر اقتصاديا، يعني مكاتب الصرف كلها عزلة وما حدا يفتح المكاتب كلها، أجل ممنوع هذا انتهت، هذا الشيء متحررنا، ما ظل شيء بعد ممنوع، سهلوا أمر الناس، خلي تفتح الصرافات كلها، يصير تحويل روحة وجاية، أخذوا عطا، يعني شو تحول منها على أربيل، من أربيل على بغداد يقلك حسب ادعاء الناس الشكل، صيرفات ماكو مفتحة بالموصل. لا مصارف مفتحة، لا أهل صيرفة راجعين، الحوالات الخارجية ممنوعة، احنا نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية والبنك المركزي ومحافظ البنك المركزي انه يفتح الحوالات داخل الموصل، حتى يعني المستثمرين رؤوس الأموال ترجع، من واحد يطلع يتسوق من بغداد ولا من الصين ولا من تركيا. الحكومة المحلية أكدت أنها في صدد مفاتحة البنك المركزي لاعتماد شركات التحويل المالي من جديد، كون هذا الملف يعد من صلاحيات محافظ البنك المركزي حصرا. فيما يخص المرتبطين بالبنك المركزي، هناك لدينا مفاتحة من قبل محافظة نينوى إلى البنك المركزي باعتماد هؤلاء من جديد أو من عدمه، الأمر متروك ضمن الصلاحية لمحافظ البنك المركزي في بغداد. ويحذر مراقبون من استمرار عملية التهميش والتمييز في محافظة نينوى، فمنع حركة الأموال من وإلى خارج المحافظة غير مبررة. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.